المرأة المصرية النهاردة تاني يوم في الانتخابات الرئاسية، أثبتت أول يوم إن هي بتتصدر المشهد الانتخابي، أثبتت تاني يوم إن هي بتتصدر المشهد الانتخابي. بنحيي كل سيدة مصرية وكل فتاة مصرية سابت بيتها ونزلت تقف قدام لجان الانتخابات. بنحيي أمهات الشهداء وزوجات الشهداء وبنات الشهداء اللي نزلوا كمان يدلوا صوتهم في الانتخابات. يعني رسالة لكل سيدات مصر وفتيات مصر، ده حقكم في التصويت، حقكم الدستوري، لازم ننزل، لازم نصوت في الانتخابات، لازم ترفعوا راس بلدكم اكتر واكتر. وتحية كبيرة جدا لكل سيدات مصر الفضليات، عظيمات مصر عن حق. غرفة العمليات المجلس القومي للمرأة جات لها اكثر من استفسار وشكوى، الاستفسارات معظمها اللجان واماكن اللجان او رقم الكشف او رقم اسم السيدة في الكشف، اما الشكاوى فكانت خاصة باللجان المغتربين او بعد اللجان عن السيدات. ولكن اضرب الاستفسارات ايضا جاءت اليوم من فتيات عمرهم 16 و17 سنة عايزين ينزلوا يصوتوا وعايزين يشاركوا في هذا التصويت الرئاسي او الانتخابات الرئاسيه، ولكن يعني بنفهمهم ان لازم يبقى عندها 18 سنه وتشارك ان شاء الله في الانتخابات القادمه. السيدات ايضا يعني كبار في السن بيصمموا ان هم ينزلوا يصوتوا في الانتخابات، فكان بيبقى بنطمنهم ان الوقت لغايه الساعه 9 ممكن اي حد يوصل من المنزل، يعني من الاسره يوصلك. في سيدتين اصرت اصرار بالغ ان لازم حد يجي ياخدها دلوقتي ويوصلها، فبنحاول مع المتطوعين ينزلوا السيدات، او في عربيات اسعاف ايضا بتتحرك تاخد السيدات الغير قادرات صحيا على الوصول للجنه الانتخابات. ولكن الحاله العامه في تيسير كبير في الوصول السيدات للجان الانتخابيه. السيدات ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى في كراسي من وزاره الداخليه موفراها للسيدات، والتحرك في عمليه انسيابيه كامله الى هذه اللحظه. ان شاء الله نتمنى ان تستمر المراه المصريه تتصدر مشهد الانتخابات الرئاسيه في هذا العام. شكرا.